ليش بقى بدك تشوفيني على الانفراد؟ قلت لي الأميرة أسيرة عنا، وكنت تقلي عم تزعلي حالك من شان شغلة فاضية، بس يجي وقت مناسب حتروح على بلدها. لا تستعجلي، انتظري وحتشوفي. مو هيك قلت لي مرة؟ بس اللي ساويته اليوم غير هيك، جبت على الحرم لك على أساس هالمرة كانت قضية دولة. شو هالقضية السياسية هي مولاي؟ هالموضوع ما بيصير ناقشك فيه، فيكي تمشي إذا خلصتي. ساويت لها طوق وعطيتها إياه، وصرت تستقبلها بالمناسبات العائلية، وهلأ صارت بالقصر، وفوق هيك عم تبوس إيدها للسلطانة الأم. سليمان، شو اللي خلاك تساوي هيك؟ كيف بتسمح لأم ولادك تتوجه لهيك إهانة يا مولاي؟ هذا اللي شفته مناسب. لسه ما عرفت لهلأ أني ما بشبه حدا، وبموت وما بقبل بهذا الموضوع. يا ريت تروحي يا هيام. لا تتجاوزي حدودك معي، ولا تفقدي أعصابك، وبلا ما تعملي مشاكل. مو هي اللي حرقت القصر؟ بركي بكرة حرقت الحرم لك. أنت كيف بتوثق فيها؟ هالمرة عدوتنا، بالإضافة إنه هي كاثوليكية. كاثوليكية؟ هالموضوع كتير مهم؟ بتحبي ذكرك إنك كنتي مسيحية كمان وقت اللي جيتي على هذا القصر؟ ما شاء الله عليك، صرتي هلأ مرة مسلمة ومؤمنة وأم لأربع أولاد من السلطان. قسماً بولادي الأربعة يا مولاي إني ما رح أنسى هاليوم بحياتي يا سليمان.